ما بيش عارف ايه اللي حصل. كانت سكوت، كنتش وافقت كنت تجيبها بالعافية كيف ما قلت لك، تروح تجيبها دلوة، وهي اكيد شوية وهتعرف انها غلطان، ان ملهاش غير جوزها وعيالها. انا موافق اعمل اللي بتقول عليه، بس بشرط اللي بعد ما اعمل جديه واروح اجيبها احط احمر شفايف واتزوج كيف الحريم. يرضيك ابوك يبقى كيف الحريم؟ يرضيك ابوك ما يكونش عنده لا نخوه ولا كرامه؟ يرضيك ابوك يشتري مره ثباته حتى لو كانت ام عياله؟ ابوك لو وجعت منه حاجه على الارض ما يوطيش الجبهه عشان ظهره ما ينحنيش حتى لو كانت الحاجه دي خاليه. خليها قوي. بس دي مش حاجه يا ابوي، دي جليله. جليله بعتني يا حمزه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.